السلام عليكم. الليلة أنا جاي أسأل سؤال. What makes us human؟ الموضوع ده في بدايته ممكن يكون بسيط. أول شيء إحنا كائنات واعية وعاقلة. Sentient and sapient. شنو هو السنتينس؟ Sentience is the capacity to feel, perceive, and have a subjective experience. يعني أي واحد فينا هو عايش حياته واعي، ما زي الإناكوما. We feel sadness. بنحس بالجوي. أي واحد فينا جرب الأحاسيس دي. لكن كيف نعرف إذا غيرنا بيحسها ولا لا؟ كيف نعرف إننا الوحيدين السينتين؟ الإجابة بسيطة. تشوف ليك زول بيضحك، معناه they feel happy. تشوفه بيبكي، they feel sad. يعني ال behavior هو اللي بيدينا clue about the experience. مشكلة الموضوع ده شنو؟ مشكلته إنه قالوا في حاجة اسمها the philosophical zombie. ده زول شكله زيي زيك، بيضحك وبتضايق ويمشي البيت وبيطلع معاك الجامعة وبتونس، لكن ال behavior بتاعه exactly like any other person. لكن جوا they lack any experience. لا بيحس، لا بيستوعب. المشكلة بتبقى كيف ممكن نفرقه من أي واحد تاني؟ كيف أنا سأعرف إنه الحضور ديل كلهم philosophical zombies مبرمجين؟ ما حقدر أعرف. كيف أعرف إنه باقي السبيشيز دي سواء ورتنا behavior له علاقة بالسادنس ولا بالهابينس إنها هي ما بجد حاساه؟ لكن إحنا أكثر من كده. إحنا ما بس بنزعل ونفرح لروحنا، نحنا عندنا empathy. لو زول زعلان بتزعل معاه، بنبكي مع بعض. We take care and support one another. الحاجة دي إحنا لاحظنا إنه other species عندها. They play around. They help one another. ما بس كده، حتى الإليفنت لما يموت فرد من أفراد الأسرة بيقيفوا كلهم وبيحدوا عليه، حتى مرات بيدفنوه زيهم زينا. طيب الفرق شنو يا جماعة؟ إحنا ناس كرياتيف. إحنا ما بس بنعمل المتعودين عليه، يعني إحنا بنجيب جديد. لكن الدولفينز طوال إحنا بنشوفها في كم حتة، they come up with new tricks غير اللي علموها لها when they're playing. إحنا بنحس وبنحب وبنعبر، لكن برضو ما برانا. طيب إحنا بنتكلم وبنتعلم وبنسأل وبنفهم وبيسألونا وبنجاوب، ولما نحس بحاجة بنحكي بها. ده بجيبنا لأليكس. أليكس ده اسمه Avian Language Learning Experiment. أليكس ده ببغاء أفريقي، بدوا يعلموه شوية شوية. At the end أليكس ده تعلم 150 كلمة. ما كان بيكررهم، كان بتسأله أسئلة زي، كان بيتعرف على الشيب، الكلر والماتيريال. يعني بتسأله how many red، يقول لك ثلاثة. 3. What color? Red. Alex could recognize the keys. بتسأله بتجيب له two keys، بتقول له what is the same، بيقول لك shape. What's different، بيقول لك color. زيه زينا. ما بس كده، أليكس كان عنده preferences. يعني تجيب له بيقول I want a banana،
تجيب له كارت بيشيل الكارت وبيرميها لك بتضايق منك. لما يزهج ولا يتعب بيقول وانا جو باك. لو جاوب جواب غلط والترينر شاف منه زعل بيقول ام سوري. أليكس الغريب فيه إنه يوم عاين في المراية وسأل What color؟ أليكس اتعرف على إنه هو كائن منفصل من أي حاجة تانية وكان نفسه يعرف زيادة عن نفسه. أليكس had an identity. يعني في الآخر حتى لو نحن ما مختلفين شديد ما في حاجة بتميزنا كسبيشيز من باقي الحاجات، في النهاية كل واحد فينا عنده حاجة ما عند غيره. No one else can be you. الايدنتيتي دي الدرجة اللي بتأثر فيها علينا ما حنلاحظ ده بالساهل، لكن جزء كبير من الفرستريشن اللي بنمر بيه منها. مثلا انا كان في دكتور قاعد معي في الحوادث في المستشفى قال لي يا محمد انت عارف انا ما افتكر انا مفروض اكون دكتور، انا ما حاسي اني دكتور. كلام ده غريب، الزول ده حضر ليكتشرز وراوندز ونجح في امتحانات واشتغل تريننج، كيف لحد هسه ما ساتيسفايد، ما حاسي انه هو دكتور؟ لانه الايدنتيتي بتاعت كل واحد فينا از اسينشال. ما ممكن زول يكتسب ايدنتيتي، ما ممكن زول يختار ايدنتيتي، ما في زول فينا قرر يبقى انترستد في الميوزك ولا في الشعر ولا في البويتري. احنا لقينا نفسنا فيها سيلف ديسكفري. مهما كنت كويس في اللي بتعمله، مهما اللي حوالينك اعترفوا بمقدار اللي انت بتعمله كويس كيف، if you don't really resonate with what you're doing it will never be satisfying. كثير مننا بيعرف ده منه. يحيى الفخراني عنده أكارير في التمثيل فيها 50 مسلسل 39 فيلم وتسعة مسرحيات، لكن حبة مننا عارفين إنه يحيى الفخراني قرر يبقى ممثل بعد ما أخذ البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة عين شمس. مارس الطب لمدة سنة بعدين ما لقى نفسه فيه. زمننا يا جماعة محدود. Our time is limited. في أي وقت نصل فيه crossroad ما تعرف أنت عايز تمشي وين، اختار the path that best expresses who you are. لأنه in that path you'll be able to إنك تبذل the most effort وتحقق the most achievements. حياتنا يا جماعة is a journey of self-discovery. ما في زول بيعرف همنه لحد ما يجرب، لحد ما to pursue what they really want. لكن في نهاية الطريق ده ممكن نعرف what makes you the human that you are. شكراً.